أنا بنتي تراجع دروسها يومياً، بصح البارح حكت الشعر ما خلتهاش تركز، قلت بالك القشرة، وتنخلعت كي لقيت القمل. جريت بيها عند الصيدلي وقلت له بنتي عندها مشكلة على القمل، وهاد المشكلة مقلقها بزاف في قرايتها، ومن الحكة ما يشكمل ترقد في الليل. شافي بنتي وقال لي استعملي ديلي سوليسون، يقضي على القمل والصيبان في 10 دقائق بلا مبيد، ما فيش آثار جانبية لا على الجلد ولا على الشعر. ديلي سوليسيون يقضي على القمل والصيبان من استعمال واحد فقط، وهذا بكل فعالية سرعة وبدون تأثيرات غير مرغوبة، متوفر في صيدليات. المهم القمل ما يزيدش يخلعني مع ديلي سوليسيون.